السلام عليكم. طبعا مرحبا بكم بحديقة الصفا هني بدبي. اليوم ان شاء الله بنقدم لكم الهيد ستاند. طبعا من فوائد الهيد ستاند انه يعني بيصير ابدومينالز من غير التعب ومن غير الجهد المبذول في الصلاة وفي كذا، زين بيصير عندك يعني بتساعد على المرونة وبتساعد على يعني تقوية شوي عضلاتك. طيب اسهل طريقة للهيد ستاند، طيب انك يعني على الركب، زين بعدين ترسم مثلث، طيب بعدين ترسم مثلث وتحط راسك يعني على جوات بين الايدين، اوكي بعدين تبتدي بنعيد الحركة، طيب بنعيد الحركة كذا مرة مرتين، يعني بعد فترة بتصير الأبدومينوز زينين إن شاء الله. طيب كات.